بثلاثية مع الرقفة كانت نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة الحقيقة، اللي مش بس شهدت انفراد الأهلي بصدارة البطولة وتوسيع الفارق مع الغريم التقليدي الزمالك لثمان نقاط، لكن شايف إنها من حيث التوقيت قبل بطولة مهمة زي كأس العالم، ومن حيث حقيقة مكاسب تانية كتيرة مرتبطة بتألق عدد كبير من اللاعبين، سواء اللي بيظهروا لأول مرة أو اللي استعادوا ثقتهم ومستواهم وظهروا بشكل كبير. وأهم واحد من المكاسب دي إنه الصداع اللي كان مرتبط بالصفقات والتدعيمات اختفى انتهى، ونتمنى إن شاء الله إنه القادم يبقى أفضل بالنسبة للأهلي. عن المكاسب هنتكلم، وعن مباراة بكرة طبعا مع البنك الأهلي هنتكلم باستفاضة وبتفصيل مع نجمنا النهاردة كابتن أشرف ممدوح. مساء الخير يا كابتن أشرف. مساء الخير يا أحمد، وأنت عارف إن أنا دايما ببقى سعيد معاك. وأنا جدا وجودك الحقيقة دايما بتشرف. ربنا يخليك، ده شرف ليا. والحقيقة يعني أوقات سعيدة، أنا لسه بقول لك وأنا داخل جدا الهوا. جدا أوقات سعيدة وجميلة بنعيشها وجمهور النادي الأهلي بيعيشها. هو مصدر فرحة يا أشرف. طبعا هو مصدر فرحة لمصر كلها الحقيقة. يعني أنا عايز أقول بس إنه حتى الفترات السيئة اللي عشناها قبل المباراتين ثلاثه الاخرانيين دول اللي كنا قلقانين فيهم على النادي الاهلي، احنا كنا متصدرين لو فاكر، متصدرين الدوري وماشيين بشكل جيد، واخدين بطوله السوبر وواصلين ماشي كويس في الكاس، ماشي كويس في بطوله افريقيا، بتستعد لكاس العالم للانديه قبل حتى الثلاث مباريات الاخرانيين اللي احنا يعني انتعشنا فيهم بفوز واداء ونتائج مميزه، ولكن كلنا كنا خايفين ومتوترين من الاداء. الحمد لله النادي الاهلي يعني دايما مفرحنا، اداء ولا اروع، نتائج مميزه جدا جدا تطمننا بشكل كبير جدا، وتطمن جمهور النادي الاهلي العريض في كل مكان على ان شاء الله كاس العالم للانديه باذن الله نأدي بشكل رائع جدا ونوصل فيه الافضل مما وصلنا له قبل كده ان شاء الله. هي الحته اللي انت بتتكلم فيها دي ممكن اتكلم معاك فيها كتير بصراحه، لانه بحس انه الجيل الجديد من جماهير النادي الاهلي، انت عارف اللي اتفرج على الاهلي او اللي اتولد مثلا من 20 سنه ما شافش غير الاهلي غير على منصات تتويج، ما شافش الاهلي غير بيكتسح، ما شافش اي نوع من انواع المنافسه لا على مستوى قاره افريقيا ولا على مستوى مصر، بل انه الاهلي بقى النهارده جمهوره بيطمح في انه يكسب بايرن ميونخ ويكسب ريال مدريد. وده الحقيقه يعني زي ما هو حاجه كويسه هو كمان في وقت من الاوقات ممكن يبقى مشكله. بقارن مثلا، طب جماهير برشلونه تعمل ايه اللي بقى لها، طب جماهير اليونايتد تعمل ايه اللي بقى لها، فاهم قصدي؟ فبتبقى في وقت من الاوقات مشكله. لكن غير الثلاث نقط وغير مكسب الزمالك، شايف ايه اهم مكاسب الاهلي من اللقاء ده؟ حاجات كتيره جدا، يعني مكسب منافس تقليدي نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير، وبالتالي انت يعني بتضعف اماله بشكل كبير جدا جدا وتبعده عن المنافسه. صحيح في فرق منافسه تانية فيوتشر وبيراميدز، ولكن الزمالك يبقى منافس تقليدي للنادي الاهلي، وبالتالي انت ابعدته بشكل كبير جدا جدا، زدت من همومه ومشاكله. والحقيقه يعني بعد مباراه النادي الاهلي اعتقد نادي الزمالك يعني غرق شويه في مشاكل اكبر من ما قبل المباراه. الحاجه الاهم المشاكل دي ما سببهاش الاهلي، الخساره، المشاكل دي اسبابها كتير قوي، حاجات كتيره اخرها النادي الاهلي طبعا. ولكن المكسب هو 23 اساسا ما حققش فوز طبعا.